امنيه طبعا عزمان على الغدا كلنا. الله يا امنيه صراحه من الاخر ما بعزمش لا ليه؟ انا بعزمش حد على اي حاجه، ما بصيتش سلمى ايه رايك في عزومه امنيه النهارده؟ والله يا امنيه جدا شكرا. انا بس حتى لو كنت عزمت كنت كوبايه عصير ولا حاجه. والله بصوا احنا واخدين جنب كده امنيه، بصوا امنيه حاجزنا جنب كده لوحدينا. انا ايه رايك في عزومه امنيه النهارده؟ بصراحه يعني امنيه كنت قلبها بجد، وتعيش يا امنيه قوه يا رب تعزميني ومن نجاح لنجاح تقدر. خلاص يا عم خلاص تعالى نقولها. يلا غزوله يزن حبيبي عشان في بس حاجه تتصور. عامل ايه يا زون؟ نور الدنيا. ها نور الدنيا. يلا خش غزل رايك في عزومه امنيه النهارده. يا حودة اكيد بنوتة في الدنيا. والله الامنية دي الكيوت كله يا جماعة. عسل يا جماعة. امنية عزمانة طبعا كلنا يا جماعة. ماما انا هجيب الكرة وكرة كرة وانا كمل لما هجيب. لا بصوا المكان، ثواني بصوا المكان هنا وكمانه. بصوا بص طبعا المكان وجماله. هنودة عاوزة ايه؟ يا حودة لو سمحت. بص انت سلمى تعالى شوف هنا. صالح قوم اسرح مع الارض يا صالح، قوم من على الارض. امنية بنشكرك طبعا على العزومة الجميلة دي. طب بصي استنى اجيب اكل انا عشان اقعد. خلاص يزن لقطت لك انا كام واحده كده والله العظيم وانت واقف زي العسل. ارقص يزن. ايه ده مين خاله نوسه؟ مين خاله نوسه؟ اه مكوكه. يلا يا جدعان يلا. طبعا شوف الاكل انا عاوز اقول لكم ايه رايكم في الاكل النهارده؟ كلنا نشكر أمنية على الأكل الجميل ده. نشكرك يا أمنية، أحلى عزومة إن شاء الله. شكرا يا منى. إن شاء الله تبقى أحسن من دي إن شاء الله. إن شاء الله. إيه رأيك في العزومة الجميلة؟ بجد. عاجبك الأكل؟ عالي صوتك ياما مش سامعينك. بس الساعة الأكل الحلوة دي. أمي كبست فما بتكبس تعرفش تتكلم، تقعد ساعتين بعد كده. صالح سالي صالح. ايه رايك في العزومه دي؟ بصوا مكه بتعمل ايه فين؟ بتعمل ايه يا مكه؟ بتعمل ايه يا هنور؟ علي صوتكم بصراحه يا امنيه. يعني انا مبسوطه جدا وكلت كويس قوي اتبسطت جدا بالاكل. هجيب لكم غزل بتحب الملوخيه. غزل بتعشق الملوخيه. بتحل بالملوخيه. يلا تيتو زعلان دلوقتي عشان انا قلت تيتو زعلان عشان قلت كلام حلو على امنيه. ليه؟ ما بنيش ان اقول غير عليه هو بس كلام تاني. فزعلان. ليه؟ هتحلى بيتغدى في هوز ولا ايه؟ لا بياكل مكرون اكل رز ولحمه. هل العزومه دي؟ لا هو عصب يا جدعان. لا هو زعلان ان انا بدلع امنيه وهو يعني قلت كلام حلو على امنيه المفروض اقول عليه هو بس. خلاص انت امنيه معلش سوري يا جماعه انا اسفه جدا امنيه انت وحشه. خلاص بقى هو يضحك بقى هو يا عم خلاص يا سلمى. ميه ماشي ميه كبيره لو سمحت ميه كبيره. برنسو الهنا والشفا مالك فين صالح بيعمل ايه؟ مالك زلوحه صبح صاحبي ولا زلوح علم كان بياكل
اسم ملوخيه صلوحه حقي صالح معلم صالح اهو الحقي صالح اهو امنيه. ايه رايك في العزومه الجميله دي؟ عاملين اكل النهارده، خلينا عاملين اكل جميل والله. كبده و اكل كبده وشاورما وحاجات كتير. دي شاورما شكرا. امي طبعا ما شاء الله. لا ما اكلتش الحاجات دي والله، ما اكلتش. ده ايه ده يا ام تفاح؟ ايه ده اخي التفاح؟ بص يا ام، يا جدعان بتقوم ما تقومش غير مره واحده. بص امي، بص يعني جايبه ايه؟ انا وامنيه. بص الاثنين دول بيتحطوا في الشنطه عند امي. انا وامنيه. الاثنين دول يا جدعان في الشنطه عند امي. وايه تاني تعرف يتحط في الشنطه؟ وده في الشنطه. طبعا احنا فينا طبعا حاجات حلوه قوي، اللي احنا ايه نحط اي حاجه في الشنطه. بص الشنطه بتاعت امي جايبه الشنطه الكبيره اهو. ده في الشنطه ده اتلاف. وده دبرت محمد. بص ما اقولكمش، شايفين البتاع في العربيه من تحت ديت؟ دي اهو يا لكم واحد طالعين على طول. ده دبرت محمد تحط هنا. ايه يا حبيبي تلف؟ والله ليه كده يا حبيبي تلف؟ الهنا والشفا يا قلبي. تيتو فتوحه تحتوحه فتوحه تحتوحه محمد عارف عامل زي مين فتح الله؟ شفت اسمه ايه ده؟ فيلم سعيد في الجامعه الامريكيه؟ الولد اللي هو كان ايه؟ قال له هتعديه ازاي يا خلف؟ يلا فتح الله فتح. بص 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 فتوحة فتح الله. سيبهم سيبهم لسه بياكل. ايه يا صاحبي؟ فين هند يا سلمى؟ بصوا هند قاعدة فين؟ ايه يا عيال بتعملي ايه؟ معالي جبت كيك وحاجات عشان تسيب. ماشي يلا. هنودة هنودة بتعمل ايه؟ ايه ده هنودة هنودة؟ سلمى سلمى تعالي خدي هند يا سلمى. بتاكل في الارض الاول. هند هند بتعمل ايه؟ اخي هند بتمسح الاكل في الارض تاكليه؟ يا بنت بتحقق لما عاملينه في الارض. شيل من الارض يا سلمى، شيل يا سلمى. امنيه بنشكرك على العزومه الجميله دي يا امنيه والله. امنيه في موقف صعب دلوقتي. سلطاته كل عادي بتحب. ماشي واحد هنا واحد هنا واحد هنا. شكرا يا آية. تيتو قول له أمنية. شكرا يا أمنية. معلش أنا آسفة، أمنية وحشة. عزومة مش حلوة بقى أمنية. يزن قول له أمنية. شكرا شكرا يا أمنية. قول له أمنية. شكرا ماشي ماشي. بتعملوا ايه يا بنت انت وهي؟ يا بنت بتعملوا ايه انت يا بنت؟ بتلعبوا بتلعبي مع مكة؟ يلا يا جدعان باي باي. كلمة الأمنية أول كلمة الأمنية العزومه الحلوه دي، وان شاء الله امنيه جايبه يوم ان شاء الله. ايه بعد 10 بعد 5 سنين؟ يلا برنسو يلا باي باي. فتح الله بيقول انا مش عارفه امنيه. قول باي باي. طب باي 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 باي. فتح الله